حلقتنا مشاهدينا مع فقرة فاشن رادار، وبنرحب معنا بخبير الأزياء والمظهر والفطائري. طبعا يعني احنا فقراتنا في الآخر اليوم كذا قلبت فنية، و يعني بتخلي السيدات يطلعوا أكثر على مجال الموضة. احنا الآن حنتابع تقرير عن النجمات خلال مهرجان أبو ظبي السينمائي اللي انطلق الأسبوع الماضي، كيف كانت إطلالتهم، وحنتابعها سريعا ثم نعود للحوار مع وائل، وبعدين كمان حنشوف ليندا والمكياج واللوك النهائي. ننتقل إلى التقرير. في الدورة السابعة من مهرجان أبو ظبي السينمائي لم تتبع النجمات العربيات أو الغربيات موضة معينة أو لون معين أو قصة معينة، فهن على السجادة الحمراء تعبر كل واحدة منهن عن ذوقها بحرية في القصير والطويل، الأخضر والأحمر والزهري ومجموعة أخرى من الألوان، ولكن هذا الأمر لن يعفيهن من ثناء أو انتقادات خبراء الموضة والجمهور بهن. بعد غياب طويل عن عدسات الكاميرات والشاشات، ها هي الممثلة المصرية ميرفت أمين تطل على جمهورها بفستان طويل ذهبي اللون. هدى الخطيب اتبعت أسلوب الكفطان وانتقت فستان نيلي ممزوج بالفضي. الرمادي الطويل والضيق كان اختيار الممثلة شهد ياسين، كما حال الممثلة رنا الأبيض التي اختارت الأحمر الغامق المكحل بالذهبي. الممثلة جوجون باثرو اختارت الأسود القصير المزيح بالذهبي، أما الزهري الفاتح فكان اختيار الممثلة هيفا الحسين. ومن الزهري الفاتح الخجول إلى الذهبي اللماع، والنجمة سوزان نجم الدين التي لم تنل إعجاب الجمهور فانهالت عليها الانتقادات عبر تويتر. والله اليوم لبسي مني أنا بيرسونال لا اليوم لا، بس شعراتي لرامي درويش والميكب لسوزان نجم الدين، ميح ولا لا؟ ويام الدحماني مزجت بين الذهبي وأحجار الشوارفسكي الفضية. ومن قال أن موضة الفساتين الواسعة من الأسفل قد ولت؟ فها هي ميساء مغربي قد اختارت فستان طويل فضي من الجهة العليا ونيلي من الجهة السفلى. أما مروة محمد فقد حافظت على الأسلوب الكلاسيكي باختيارها فستان أسود ضيق زينته برفعة شعر كلاسيكية. ومن الكلاسيكي إلى الإطلالة الجريئة التي كانت خيار نيفين ماضي. وائل، زي ما تابعنا في التقرير في العديد من الفنانات العربيات وبعض الأجنبيات اللي كانوا موجودين في مهرجان أبو ظبي السينمائي، ونسمع رأيك فيهم، وحنبدأ طبعا مع يعني مصايب. لا، أول واحدة صراحة كانت أفضل واحدة أنا أعتقد وأنا شفتها على الطبيعة، اللي هي الفنانة الكبيرة ميرفت أمين. طبعا عملت معها لقاء من فترة، سيدة جميلة ومتواضعة وأنيقة، وأي شيء تلبس ويطلع حلو عليها، فنبغى تعليقك. يعني أول شيء نقيت كتير فستان حلو لعمرة، ومبين كتير كلاسيك، كتير كلاسي. I love her makeup, her hair كتير حلو طالع عليها. بس المشكلة الوحيدة بهالفستان إنه الميرميد لوك اللي تحت بيكون مفتوح، يعني لو كان الفستان بس مقصوص عند الركبة كان كتير مبين أحلى ومور فلاترينج لإلها، بس الفستان كما هو هلا كتير ديمودي. عرفت شو قصدي؟ بس كلون it suits her very well. الميكب رائع. لحظة، ايش يعني ديمودي؟ انا حاسه البرنامج حقي الفرنسي اليوم. ديمودي يعني دقه قديمه. اوكي اولد فاشن، خلينا على الانجليش احسن. اوكي اذا بدك. فحسيت بس انه لو بلا الميرميد الحوريه البحر بيسموه، طبعا الفساتين كثير قديمه صارت وما لها عازه، كان اصلا ساعدها للفورم وشكلها لها، كان ساعدها اكثر لو شوي طول اكثر يعني. صحيح، بس انا بنظري هي يعني غير مسيرتها الفنيه الطويله الرائعه، اي شيء بتلبسه بصراحه انيق، وبعدين ست ناعمه وبتراعي عمرها و... لا هو ما اعرف اي شيء، انا احسها مضيئه بين دائماً. اللي كل رح نشوفه اليوم هي دائما شيز ذا كوين بس. اكيد حننتقل الان الى الفنانه هدى الخطيب، خلينا نعرف رايك في اسلوب القفطان. هلا انا بالنسبه لي دائما وقت اي سيلبرتي بنقي فستان تراديشنال، ما بع يعني ما بعرف بدي اقول، هل الكفتانز هن ذي سبوست تو لوك لايك ذس؟ عرفتي كيف؟ كثير تراديشنال، كثير تقليدي، بس انا بالنسبه لي هيدا الكفتان هو من المغرب اوريجينالي، طبعا القفطان هي منا مغربيه، فهي عم تحاول تمثل هيدا. يعني انا اذا راح على الفست ابو ظبي فيلم فيستيفال وبدي البس شيء تراديشنال، بنقي شيء من بلدي مش من بلد ثاني.
فبالنسبة لإلي أبدا ما مناسب مع الـ مع الإيفنت، لأنه هي منا من هذا البلد. بعدين حسيت التصميم كمان مبالغ فيه شوية، الميك يعني اب تقيل كتير كتير، مثل هي ممثلة مثل مميزة، يعني مثل البيلو مطرز مثل مخدة، عرفت كيف؟ فما بس هي بصراحة يعني كممثلة مميزة، لكن فعلا لاحظت دائما اطلالاتها المكياج كتير، الأزياء مبالغ فيها، حتى الميك اب والشعر it's like two different people يعني منه الفايتين مع بعض، متناسب. عرفت شو قصدي؟ طيب خلينا فيها كانت تعمل شيء maybe يساعد انه هذا الشيء traditional أكثر، بس ما تقليدي أكثر. طيب حننتقل الآن إلى الممثلة شهد الياسين. فيريرو روشي، تعرفي فيريرو روشي؟ الحلو السويت، السويت الشوكولا الحلو. أبدا يعني الفستان it's just ما تفرج عليه كتير ذكرني بهذا الشيء، الفابريك ابدا مش مناسب على جسمها، هو مكبرها كثير العمر كمان، هي لانه كانت دائما نحن لازم نستعمل الفاشن ليساعدنا نبين احسن مش أسوأ. صح، عرفتي شو قصدي؟ فهي جايبه اوكي في اشياء ترندي بهذا الدرس، اوكي الشير ديتيل على الكتاف، بس كثير معجق وكثير مكبرها حسيت، ولا اللاير السوداء الشفافه فوق الدرس كتير عامله للدرس مثل إذا عن جد ذكرني مثل ملبس، عرفت شو قصدي؟ اليوم أنت جاي منفعل اليوم، رجال أبو ظبي يعني طيب سينمائي، مش عمل يوروب يعني. الآن حننتقل للممثلة رنا الأبيض ونشوف اللوك الخاص فيها. أوكي، شغلتين ما حبيتهم، أول شيء الفستان بفتكر هذا مخمل، اللون تبع الفستان كتير إن هلأ عنا. أنا ضد أي سيليبرتي يلبس أحمر على ريد كاربت، يا هو أحمر سجادة لونها أحمر، أنت بتلبسي أحمر رح تبيني نفس الموديل، فايت مثل كيم كارداشيان وقتها كانت قاعدة على الكنبية. أوكي يا بس أنا عموما كمان يعني صاروا كتير بيلاحظوا أنه بعض الفنانات من كثرة ما بيبالغوا في التجميل صايرين يعني الواحد لما يشوفهم ياخذ وقت يعرف هي مين فيهم بالضبط من كثرة المبالغة، يعني دائما نحن هي حتى الفستان اتس نوت فلاترينج لها كمان، لازم نعرف اوكي فينا نلبس ضيق وقتها فينا نلبس ضيق، وقتها ما فينا نلبس ضيق ما نلبس ضيق. طيب الان حننتقل للممثلة الثانية، مين عندنا اليوم في الصورة؟ اوكي عندنا جوجو، جوجو اي دونت نو هير لاست نيم، بس هلا الجولد اند بلاك از ا فيري بيج ترند، دارج كثير هلا بالسبرينج وحتى داين على الفول. ذا دريس از فيري سمبل، حبيت الريد ليبستيك مع اللوك، حبيت السمبليسيتي لانه دائما وقت يكون عم نختار نحن بلاك اند جولد يا بننقي فستان مثلا كله بلاك ونحط اكسسوارز جولد معه، او نختار هذا الدريس اوريدي عنده يعني مشان اذا لاحظتي ما منقي شيء ما لابسه شيء معه لانه اوريدي طيب الستار تبع الدرس، الستار هو النكشه تبعت القماش. بس خليني اسالك سؤال، انا عارفه انه جوابك حيكون يعني قاسي بس لازم نسمعه. الفستيفالز والمهرجانات اللي بتصير في العالم العربي تماما عكس المهرجانات اللي بتصير في الخارج في اوروبا او في امريكا او يوروب وات ايفر، اللبس بيكون مختلف والميك اب، ابغاك تعمل لي مقارنه بين يوروب وبين العالم العربي هلا الستارز. طبعا اللي بنلاحظه هون بعالمنا العربي انه دائما الممثلات والفنانات العرب اتليست عم ينقوا الاشياء الاكثر تقليديه الاكثر العربيه اللي فيها الـ يعني الروتس العربيه، فبتشوفي كثير مطرز كثير يعني هذا بالنسبه هذا يمكن بالنسبه لبعض العالم يكون شوي ما كثير فايت بقلب الموضه، بس دائما اذا بتشوفي باوروبا اللوكس لهدول المهرجانات بتكون كلاسي اكثر، بتكون راقيه اكثر، راقيه وابسط فيها والمكياج بساطة. ايش رايك فيه؟ المكياج مثلا هلا اذا بنشوف اللوك تبع بفتكر سوزان نجم الدين اللي هي منقي فستان، بالنسبه لي هيدا ستيتمنت دريس، هيدا الفستان اللي لابسته صارخ جدا، فانا اذا لابسه فستان صارخ جدا ما بعمل الميك اب لحالي، والشعر تبعها ابدا ما كان مناسب مع اذا بنشوفه بالفستان اساسا يعني اذا انا لابس فستان انا لابس مش انا لابس فستان يعني اذا انت لابسه فستان هل قد في عجقه وعليك هل قد بلينج اوكي ما بعمل شعري كمان اوفر ذا توب، عرفتي كيف؟ بخفف شوي بعمله شوي سمبل اكثر برفعه شوي لفوق، حتى ربطه الشعر اللي حطيتها اسود it doesn't go at all مع الجس. وبعدين عاده الناس بالفستيفلز ولا بالمناسبات ما بيحطوا كليبسات للشعر كبيره، بيعتمدوا على ستايل الشعر كفايه، يعني بكل بساطه اذا بدك تعملي شيء يعمل ستيتمنت
لازم يكون بيرفكت كله سوا، مش انه تخففي من هون شوي وتعملي، بس يكون لازم متناسق كمان، يعني ما يكون طبعا. بس انا عم بحكي انه هيدا الفستان لازم يكون عنده understated makeup. هو صراحه هذا الفستان انا اشوف انه مو مناسب اساسا يتلبس في اي مناسبه، لانه اوفر اوفر اوفر. انا اعتقد طبعاً الفستان الوحده لما تلبسه عشان يبرزها جميله ويبين الفستان صحيح. بس لما يكون فستان مغطي اللبسات تماما من كتر كميه الشكل اللي فيه، هو المناسب ولا مش مناسب؟ السؤال منه مناسب ابدا. بس انا خلينا نحط ليتس بلاي ذا ديفلز ادفوكيت، خلينا نحط الفستان على جنب. كانت لازم تعمل الميك اب والشعر يناسبه مع هذا الفستان. طيب الآن حننتقل للوك اللي بعده، خلينا نشوف مين عندنا في الصورة. وئام الدحماني. وئام الدحماني، هيدا الفستان أنا بالنسبة لي وقت اطلعت عليه أول مرة حبيته وما حبيته لسببين. اللون تبع الفستان، اللون الأساسي تبع الفستان، أنا بسميه هيدا اللون transitional color، color انتقالي. يعني لو كان أغمق شوي أو أفتح شوي كان بين احسن عليها. عرفتي كيف؟ بس كا اوفر اول لوك اتس تريندي اتس ان ذي دوينج ذات اول ذا تايم. اوكي حلو. حتى شعرها اتس بيرفكت مع الدرس. ما اعرف انا بس good. حسيت فستانها مبالغ في كميه الستريس اللي بس فيه. قارني مع الفستان اللي شفناه قبل. لا يعني قارنه طيب مع 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 ميرفت امين بالرغم من فرق العمر بس يعني انا هلا مثلا مشان ما اكون كثير سلبي انا عم باخذ كل فستان كحاله لحاله يعني كانه هو كيف مشان ما نقول دائما انه عم طيب هجم. احنا طبعا كاميرتنا حتنتقل للمكياج اللي عاملاه ليندا وحنرجع لنكمل كمان مع الفقرات او الصور المتبقيه. رائع صراحه طالع على الكاميرا ليندا. طيب حننتقل للصوره اللي بعدها، اللوك اللي بعده اللي حنعلق عليه. ميساء مغربي طبعا هتكون معنا. ميساء مغربي، هيدا الفستان كثير ذكرني سندريلا، كثير هيك برنسس لوك حلو لابق لها. المشكله فيه بس معلي دائما انا بدي احط مشكله بشغله انه انا اذا عندي فستان من فوق مرصع او عليه امبرويدري او عليه دائما لازم يكون في بالانس فيه. اوكي يعني القماشه من تحت شايني ساتن. اوكي لو كانت شوي مات اكثر او كان تنسقهم اللقطه كان شوي عمل بالانس باللوك، بس غير هيك بصراحه لوك انا عجبني. اي راقي وسمبل. طيب حننتقل الى مروه محمد. مروه طبعا هي الوحيده الفنانه السعوديه بينهم، نوجه لها تحيه. كثير كلاسي، كثير يعني طالعه كثير رائعه بهيدا اللوك، شعرها حلو كثير. ما كثير حبيت الاكسسوار اللي هون الطوق. يعني لو باليها او كان في مثلا لو اخذت ذا مور تراديشنال لوك، لو كان في باند لونه هيك شوي سيلفر كان كثير طلع حلو. بس حتى البلت اللي لبسته كثير دارج هلا، كثير ستارز عم يستعملوا. بس الفستان اجمالا كثير مناسب لها، مبينه كثير مرتبه كلاسي. حلو صراحة إنه إحنا شفنا أكثر من لوك للفنانات العربيات، ويعني حلو الواحد دائما يعتمد على البساطة وعلى السمبليسيتي عشان يطلع الشغل أفضل. إحنا بنشكر وجودك وائل في هذه الفقرة، وإن شاء الله نشوفك الأسبوع القادم. وحننتقل الآن إلى ليندا حتى نشوف تشرح لنا عن الميك أب وعن الموديل. ليندا مرحبا. هاي كلمينا عن الميك أب، اشرحي لنا على الميك أب اللمسات الأخيرة. لمسة خلصنا المكياج تبع الفيفتيز، يعني سويت مكياج الخمسينات يعني حطوا الكلوز اب، يعني كثير حطيت للاي لاينر يعني ولا لبانان مثل ما حكيناها مع الباستل كلر، يعني الالوان الدارجه اللي لبستها. حلو. نصيحه اخيره ليندا للسيده العربيه والخليجيه تحديدا. في كثير نصائح. واحده يعني واحده انه تو بي اليجنت، واكثر شيء بنروح الى الاشياء الانيقه، يعني سمبليسيتي، يعني يقولوا بساطة. البساطه هي بتسوي مستوى الانسان، مش يعني بتحطي كثير اكسسوار او لبس كثير الوان او اشياء. البساطه هي اللي بتحطي قيمه للانسان. حلو. نقولها بالفرنسي يعني؟ لا خلص. في لا فالور دو زاد. احنا الحلقة الجاية حنقلبها فرنسي كلها ونخلص من البداية. عموما أنا بشكر وجودكم، شكرا ليندا، شكرا للموديل على وجودكم معنا في الحلقة. حلو الواحد يختم الحلقة على الجمال يعني وعلى الفن، وتحديدا شغلات يعني بتفيد أي امرأة. احنا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها. مني هبة جمال ومن فريق العمل كل التحية على حسن المتابعة. نلقاكم غدا 5 بتوقيت السعودية. إلى اللقاء.